نزال؟ لم أنازل أحدا منذ زمن. أعلم أيها الفتى أن الفرق كبير جدا بين قوة السيف وبين قوة من يحمله. أظن أنك تفهم تماما ما أعنيه. سأسألك سؤالا، أمصر على منازلتي؟ يبدو أنني مضطر إلى إعادة ما قلته لك قبل قليل. يجب عليك أيها المقاتل الغر أن تميز بين السلاح واليد التي تستخدم ذلك السلاح، ولا تنسى أنك تريد مبارزتي وليس مبارزة سيفي. ثم إنني لسوء الحظ لا أحمل شيئا أصغر من هذا. ميهوك لم يندم من قبل على شيء يا هذا. أعد النظر في حلمك لأنك لن تستطيع تحقيقه، فأنت ضعيف. لما تريد أن يخترق هذا قلبك؟ أجبني، ما تفعله جنون؟ تريد الموت؟ ما هذا الإباء الذي لديه؟ إنه يفضل الموت على الهزيمة. إذا عرف نفسك. سوف أحفظه، لأنني منذ زمن طويل لم أرى شخصا يملك إرادة قوية مثلك. وتقديرا لشجاعتك سأنهي حياتك بسيفي الأسود، وهو أفضل سيف في العالم. حسنا، أنت شجاع حقا، وأتمنى أن ألقاك ثانية. لا شك أن هذا الفتى قد تناول فاكهة المطاط. أظن أنك صديق ذاك الفتى ذي السيوف الثلاثة. شكرا لأنك لم تدخل في القتال. اطمئن عليه يا هذا، فهو لا يزال حيا. تدرب جيدا أيها الفتى، واستعد لذلك اليوم الذي سنلتقي فيه مرة ثانية. واعلم أنني سأنتظرك مهما كلف الأمر، وعندما تصبح أقوى سأنازلك بكل قواي ولن أتساهل أبدا. لذلك أنتظرك بفارغ الصبر يا زورو. اهزمني، هيا اهزمني يا زورو. وأنت ماذا ستصير أيها الفتى؟ لكن الطريق التي اخترتها طويلة وشاقة على فتى مثلك. أنتم فريق جيد، وأنا متشوق إلى لقائكم مرة ثانية. ميهوك انتظر قليلا، يبدو أنك ذاهب من دون أن تحقق هدفك. ألم تأتي إلى هنا من أجل الحصول على رأس الزعيم دون غريغ الثمين؟ بلى، أتيت إلى هنا من أجل ذلك، ولكنني تسليت اليوم بما فيه الكفاية. ربما اكتفيت أنت، ولكنني لم أكتفي بعد. الموت لك يا ميهوك. لقد هرب ذلك الجبان. لقد أخبرتكم من قبل أنني لا أريد جبناء معي هنا. لا أدري ما الذي تخافون منه أيها الرعاديد الجبناء. تذكروا أن هدفنا هو أرض الكنوز، وهو هدف كبير جدا، لذلك علينا أن نتوقع مخاطر كثيرة. فقد يصادفنا رجال عمالقة جدا، أو مقاتلون بارعون مثل ميهوك، ولكن ذلك لا يعني أن نتراجع عن أحلامنا الكبيرة. فالأشياء الثمينة تتطلب منا تضحيات كبيرة جدا. أتصدقون أن هذا الطباخ قد دخل أرض الكنوز فيما مضى؟ إنه رجل لا يعرف الخوف، ولم يكن يحسب لكل ما فيها أي حساب. حصل على خريطة مهمة ولديه معلومات كثيرة عن ذلك المكان، وأظنه يعلم شيئا ما عن القطعة النادرة. هيا أيها الرجال الأبطال، استولوا على تلك السفينة في الحال. هل ستقاتلنا وأنت واقف هكذا على السارية يا هذا؟ وهل تظن أنني لا أعلم أنك لا تستطيع السباحة في البحر أيها الولد المطاط؟ وهل تظن أننا نلعب أو نمزح معكم أيها النادل الساذج؟ الزعيم دون غريغ لا يقول كلمة ويتراجع عنها، وقد ازددت إعجابا بهذه السفينة بعد أن رأيت منصة.